السيدات والسادة أهلا وسهلا بكم. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه القمة الدولية التي تحتمها العاصمة البريطانية لندن، وأتقدم بالشكر والتقدير للمملكة المتحدة ملكة وحكومة وشعبا. كما يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد جراح صباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وبمعالي الأستاذ علي شريف العمادي وزير المالية في دولة قطر، ممثلا بالأستاذ علي الكوالي الرئيس التنفيذي لمجموعة أحمد قطر الوطني، وسعادة الأستاذ عيسى بن محمد عيسى رئيس مجموعة سمبة المالية في المملكة العربية السعودية، وإلى جميع جمعية المصرفيين العرب وجميع المصارف البريطانية لتعاونهم في إنجاح فعاليات هذه القمة. والشكر والتقدير موصول أيضا إلى السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الذين حرصوا على الحضور والمشاركة، وإلى ضيوفنا الأعزاء المصرفيين وخبراء ومتحدثين وصناع قرار لحرصهم على مشاركتنا هذه القمة الهامة التي نتطلع من خلالها أن نبحث في العمق التحديات التي تنتظر منطقتنا وما ستؤول إليه هذه التطورات من انعكاسات على الاقتصادات العربية والدولية، وخصوصا منها العلاقات العربية الأوروبية. رسالتنا اليوم تتمثل بضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد بحيث يتحرر الاقتصاد من تأثيرات النزاعات السياسية التي قد تطول، فيما هناك مجتمعات تحتاج إلى التنمية في معناها الإنساني والاجتماعي. أعلن الافتتاح الرسمي لأعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2017 بكلمة السيد رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، فليتفضل. شكرا.